فيلم القسم، فانتازيا حربية يستمر عرضه في اللاذقية. الفيلم يحكي عن تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري ومعاركه ضد الإرهاب، ويوثق انتصاراته التي شكلت ملحمة وطنية خالدة في الذاكرة. هذا الفيلم ضرورة، ضرورة للأجيال لتختزن ذاكرة الأجيال بطولات الجيش العربي السوري اللي حمت البلد وحمت بكرة للمستقبل الأجيال. فهذا الفيلم روعة من الروائع، يعني هي طالعين من الفيلم ونحن راسنا بالسماء عم نعتز ونفتخر بجيشنا بالمرأة السورية. أي عمل فيه توثيق لبطولة من بطولات الجيش العربي السوري هو عمل مهم، هو عمل يتابع، هو عمل يبقى في الذاكرة على مر الزمان. ما فعله الجيش يجب أن يوثق بشكل دائم، ويجب أن لا يكون هناك خطوات منفردة، فيلم أو سلسلة تلفزيونية أو سينمائية. ما قام به الجيش العربي السوري يحتاج لأجيال لكي توثقه فنيا وبجميع مناحي الفن، من فن تشكيلي، من سينما، من تلفزيون. ما قام به الجيش العربي السوري عمل كبير. نتمنى أن نأتي دائما إلى صالة السينما ونشاهد أعمال مشابهة وأفضل. هالجيش يلي توزع دمه على مساحة تراب سورية بالكامل، فطهر كل ذرة تراب فيها. نحن لازم نقدس كل حبة تراب بسوريا، ونحن لازم نساهم كلياتنا وكل في مجال عمله في توثيق هذه البطولات وهذه التضحيات للأجيال القادمة حتى لا تقع فيما وقعنا فيه. فيلم قسم فعلا جسد هي المقولة بأنه الشهادة هي أعلى رتبة في الجيش العربي السوري. هي ثقافة وعقيدة للدفاع عن هي الأرض، الأرض الطيبة، الأرض الحضارية اللي بتمتد لآلاف السنين. هذا الفيلم لخص ليش اليوم جيشنا العربي السوري وشعبنا ليش صمد، ليش دافع عن هالأرض، لأن هي أرض طاهرة، أرض حضارات، وأيضا تاريخ من النضالات اللي شفت هون برموز وطنية قدموا أيضا أنفسهم شهداء لبلدهم. واليوم هالبطولات اللي عم نشوفها لجيشنا ولصمود شعبنا هي امتداد لذاك التاريخ، ومن الطبيعي يكون عنا هي الثقافة، ثقافة المقاومة، وبالتالي بطولات الجيش العربي السوري اللي جسدها الفيلم واللي هي قسم، قسم لعقيدة جيش وشعب وأرض وقادة. الفيلم يتناول مسائل تتعلق بتعاون أفراد الجيش العربي السوري لفك الحصار الذي تعرضوا له، وخططهم في تحقيق النصر، وإيمانهم بأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس.